الشعب الافريقي جوزي ثابت على مستوى خط الدفاع الخط الخلفي انيس العمري لا الايفا فك الكره حمزه المسعد يراوغ ممتاز العمليه ممتاز المرور مازال عنده كره يحتفظ لجهه الدفاع يمر يحاول يمر وممتاز التفوق من سيكو ديمبي مازال عنده كره في اتجاه الذوات انطلاقه من اليسار جناح الافريقي من الجهه اليسرى يرفع في القائم الاول والمتابعه من الدفاع المتابعه من سيكو ديمبي يحط كره في الركنيه هي الثانيه الافريقي منذ انطلاقه المباراه اقتربنا من الدقيقة الثامنة الكرات الثابتة إعادة لعملية انطلاق الذوادي مرفوعة الكرة أسماء عديدة تمر من هنا إلى هناك بين الفريقين لعل أشهرهم المدرب الجزائري عبد الحق بشار بلال العيفة مرفوعة لا مش مرفوعة كرة نصف طائرة وتدخل الدفاع تماس النادي الإفريقي تدخل سيكو ديمبي يحط كرة في الدم يرفع في القائم الثاني والدفاع مرة أخرى ممتاز تدخل ديف أمام البحث على الكرة الطويلة بالنسبة للاعبين الإفريقي لإيجاد الحلول أمام دفاع مكثف من ترجي جرجيس في بداية المباراة الامتصاص هيجان هجوم الإفريقي في بداية المباراة سيكو ديمبي يلعب محور الدفاع مع أنيس الوحيشي صاحب القرار الأخير والعكرود والكرة مرفوعة ترجع من سيكو ديمبي هاشم عباس سيكو ديمبي الوحيشي تلعب التماس من بلال العيفة طويلة في اتجاه خالد المليت تعود ثم خالد السويس إلى وسط الميدان فما مخالفة لصالح أمير العكرود إعادة للعملي صعود من العكرود كان تدخل قوي كذلك ننتظر تنفيذ المخالفة في وسط الميدان نسق انخفض نوعا ما في هذا الشوط الأول العادات وما زالت ما عندهمش العادات معناها باش يتمرنوا في نسق عالي انطلاق إذا من الجهة اليمنى من خالد المليت أو زهير الذوادي اللي غير مركزه تعود الكرة للدفاع كرة في العمق تعود من البشتوبجي ثم تبعد من المهدي مرياح في اتجاه أمير العكرو معناها بالرغم اللي حمزه الادب معناتها حصلته شويه تعب لان زهير كان متفوق عليه من ناحيه السرعه لكن لحد الان استيمات كبيره خاصه الى العيفة يلعب في العمق في اتجاه يوسف المويبي انزلاقيه يمر المويبي ويرجع الدفاع ممتاز يرجع في حالة التسرع وحالة عدم التوازن وعدم الثقة وهذا ربما معناتها باش يخلي باش يعمل مشاكل برشا للنادي الافريقي في المقابلة هذه. تعود الكرة من دياكيتي ثم سيكو ديمبي تفتك الكرة ترجع لسليم باش يلعب في الرواق مع يوسف المويبي جهة دياكيتي يحاول يوزع ترجع مرة أخرى المجدي الخويلدي في وسط الميدان خالد السويسي لاعب دولي خبره كبيره مردوده افضل لما يلعب في المحور تسعى الذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم قلت الترجي في الجوله الفارطه الجوله الثامنه كان فاز 3-1 امام نادي حملوف بعد ما كان خسر هدف قبل ثلث الشوط الاول وهنا ترجع كره من صيام بن يوسف في اتجاه مايكل تقطع للترجي من خليل شمام في اتجاه اسامه دراجي وتدخل المدافع سيكو ديمبا عش عنده ما يخسر بطبيعة سيحاول المرور للسرعة القصوى يحاول العودة في المباراة هذه كرة والتدخل من جانب سيكو ديمبا انظر طبعا الصورة الخاصة بضربة الجزاء ربما شادوا في الكرة التي أعلن على إثرها حكم المباراة عبدالله الدرعي كانت الصورة واضحة هذه كرة لمايكل نيرا مقبل يحاول المرور مايكل يخرج الكرة لكن الدفاع موجود يعني الصورة كانت بعيدة أكثر واضحة بالنسبة للضغط التي أثرت اتجاه فريق ترجي نادي جرجيسي لأنه وقت تلعب أمام لاعب في قيمة مايكل نيرامو يحب الكرة مخالفة طبعا تنفذ الكرة أرضية تقطع من الدفاع من أسامة دراجي مايكل نيرامو أخذ الكرة بالرأس لكن التغطية موجودة من حمزة الأدب وبالراس في مرة ثانية من جانب سيكو ديمبا تخرج الكرة قوية تعود من جانب
مروان بنخول تقريبا اخطر المحاولات الى حد الان. انتظرنا حتى الدقيقه 45 باش نشاهدوا ارتماء وتدخل من حارس الترجي التونسي وسيم نوال. نهايه الترجي التونسي العربي الماجري طبعا العربي جابر في اتحاد طرابلس الليبي. العربي الماجري التي تطرح نفسها لماذا لم يكن نصر الهورتاني وطرق الزيادي زوز اساسي منذ انطلاق المباراه. القامة زياده دربالي ترجع الكره من جانب سيكو ديمبار. ترجع الكره طويله من صيام بن يوسف في اتجاه خالد العياري بالراس. التدخل الجاري حول هذا المدرب يعني حول تلقي عرض من بوعزي للعياري. العياري غطي على كورتو. العياري حول المرور تدخل وراء من المساكني الدراجي قاعدة ترس في المساكني. يعني بصراحة رغم الخماسية بطل المباراة. خليني نقول أسد في مرمى ترجي الجيس حسن البجاوي في هذا اللقاء. ترجع كرة مرة أخرى لمساكني والركنية. الركنية وقبل الألقاب وقبل الأهداف الرياضة تحابب ورياضة إخاء ورياضة طبعا وقت لدخل البسمة على وجوه النجم. تنفذ بسرعة تمشي إلى جيلسون سيلفا. جيلسون سيلفا والمتابعة مع زوز مدافعين. ترجع دائما لبترجي رزيز. الحكم يشير إلى مخالفة هذه المرة. المخالفة هذه المرة لفائدة الترجي رياضي الرزيز عن طريق اللاعب دبا سيكو. سيتولى تنفيذ المحاولة الأولى نجم نقولوا لفائدة الترجي الرزيزي. توصل مروان بلغول والدفاع يتدخل وترجع دائما لفائدة النجم الساحلي لعب لكن الكرة دائما سيد البخاري والتغطية الدفاعية من جانب فريق الترجي الرزيزي. العملية واحدة توجه للعملية الأخيرة محمد علي نفقة كورتو توصل سيد البخاري و يعني كده يعتمد أن فريق الترجي الرزيزي الضغط والمتابعة المتواصلة للاعبية لاعبي النجم الساحلي كما قلت. ترجع الكرة كانت بلقطة ملتزمة المدافع عصام جابر. ترجع مباشرة باسيكو رقم 25 من الجهة اليسرى والتحضير لفائدة الأهلي. نعرف أنه تغييرات المدربين مع الفرق يعني يلزم شوي وقت يلزم شوي صبر. وهذا ربما تقطع من جلسة سيلفا والتحضير والدفاع يتدخل مرة أخرى عصام جابر. مروان برغول ترجع سيدة بخاري. عصام جابر والعملية الثنائية بين اللاعبين. الكرة خطيرة لكن حال أيمن عبد النور الطويلة للكرة باتجاه جيسون سيلفا والقطع الكرة من سيكو ومازال محافظ على الكرة نتاعو. سيكو ممتاز جدا في التغطية. الحين بالنسبة للنجم الساحلي جلال القادري بالنسبة لترجي الرئيس. كرة تقام من وقت في هذه المباراة بكسر تونيش بالراس. سيكو مدافع ترجي حمل الى احمد عكيشي. احمد عكيشي لكن ما توصلش الكره لجيسون سيلفا من اليمين يرفع يغير لعب الكره ويسام جبالي. سيكو ممتاز جدا يقطع الكره هذه. ترويض رائع ويرجع الكره الى عصام جابر. عصام جابر سيكو في اتجاه اللاعب وائل بلكحل. ترجع سيكو من مدافع ممتاز جدا هذا اللاعب وتمشي مباشره عمار جبل في التغطيه. يربح من خلالها النجم الساحلي بكسر تونيش وعصام النجمالي الى احمد العكيشي. الحمد لله مبروك سيد بخاري يقطعها المدافع